السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيكه ديال القهوه بالشوكولات، كتجي زوينه ولذيذه. تبعوا معايا المقادير. هنايا عندي 5 ديال البيضات، كاس مع مرش زيت نباتي تقريبا 100 ملي من القهوه. عندي سكر سنيده تقريبا 100 غرام، جوج معالق كبار كاكاو بودر، يكون داك الكاكاو المر مزيان. عندي هنايا 17 غرام بيكن باودر، 7 غرام فانيلا، حبيبات، معلقه ديال الخل، شويه الملحه، وعندي هنايا الطحين حسب الخليط. تقريبا غتهز ليا 3 الكيسان ديال الطحين. عندي هنايا السيرو اللي غادي نسقي به الكيكه، كاس ديال الماء وكاس سكر سنيده، طرينش ديال الحامض، وساشي ديال الفانيلا 7 غرام. تبعوا معايا هاد الكيكه، هادي راه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. نتمنىكم تجربوها، والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله. اذا شفتك ما هوش غالبية تكلمتي ودخلت قلبي، حتى والدك ولا شطيتني مش عاد في قلبي دنار. اذا شفتك ما هوش غالبية تكلمتي ودخلت قلبي، حتى والدك ولا شطيتني مش عاد في قلبي دنار. I'm gonna make you mine.
حبيتك ولا شقيتني مش عاد في قلبي تنام إذا شفتك ما هوش غضنية تكلمتي وتخلي قلبي حتى ولدتك ولا شقيتني مش عاد في قلبي تنام بتكون عارف تقولي ليا ما بينكم محضر يا